تمام. دلوقتي بعد ما خلصنا كده الانترودكشن بتاعتنا وعرفنا ايه هي randomized control trial و systematic review و meta analysis و clinical practice guidelines وان هما دول السورسز اللي انا علشان ادور فيهم علشان اشوف السيفتي والافيكاسي بتاع الفيزيكال ثيرابي انترفنشنز، وعرفنا ازاي ندور في باب ميد علشان نوصل ل الراندومايزد كنترول ترايل وسيستماتيك ريفيوز. دلوقتي بقى ازاي نقرا سيستماتيك ريفيو، ازاي نقرا راندومايزد كنترول ترايل. فموضوعنا از رايندنج افكتيف فور كرونيك ليك بين، زي ما قلنا ان ديت الدراسه اللي احنا جايبينها معانا دراج نيلينج كومبايند ويز جايد لاين بيست فيزيكال ثيرابي بروفايد نو ادد بينفيتس ان ذا مانجمنت ان كرونيك نيك بين راندمايز كنترول تراين. تمام. دي قلنا ليها منشور على الجوسبيد جورنال اوف اورثوبيديك اند سبورتس فيزيكال ثيرابي. تمام. Drawing the link combined with guideline based physical therapy provides no added benefits in the management of chronic neck pain and randomized controlled trial. دي randomized controlled trial ده التكست او ال RCT. دي اللي احنا كنا فاكرينها. ازاي اقرا randomized controlled trial؟ بص يا شباب، احنا قلنا it is necessary to determine research question elements when لو انت عايز تسيرش على باب ميد، زي ما احنا حددنا البايكو بتاعنا لو احنا عايزين نسيرش عن دراينلينج في حالات الكورونيك نيك بين، فتعرف ايه البوبوليشن وايه الانترفنشن. لو انت بتقرا بيبر زي randomized controlled trial او systematic review and meta analysis، فانت لازم تحدد عناصر السؤال البحثي اللي البيبر بتتكلم عنه، وهل هو ده الحاجه اللي انت عايزها، هل هو ده الحاجه اللي انت عايز تعرفها ولا لا. يعني مثلا الدراسه ديت هنقراها مع بعض وهنكتشف ان عناصر سؤال البحث بتاعها او البايكو بتاعها البوبوليشن اللي اشتغل عليهم الباحثين هو بيبول ويز كرونيك نيك بين. طيب الانترفنشن جروب الانترفنشن، احنا قلنا ان الدراسه دي بتقارن بتشوف هل الدراينلينج بتضيف حاجه للجايد لاين بيست فيزيكال ثيرابي ولا لا. تمام. فالانترفنشن جروب هياخد الفيزيكال ثيرابي او الجايد لاين بيست فيزيكال ثيرابي زائد الدراينلينج، انما الكنترول جروب هياخد الجايد لاين بيز فيزيكال ثيرابي بس، وبعدين يشوف هل الانترفنشن جروب كان تحسن اكتر من الكنترول جروب ولا ما كانش فيه فرق بين التحسن بينهم. لو كان الانترفنشن جروب تحسنه اكتر من الكنترول جروب، فده معناه ان الدراي نيلينج فعلا ادت، يعني اضافت بينفيتس للايه الجايد لاين بيز فيزيكال ثيرابي، وان هي مهمه او حاجه اسينشال في العلاج. لو الكنترول جروب لو ما كانش في فرق ما بينهم، يبقى كده الدراينلينج مش هضيف حاجه. ودي الاوت كمز البين انتنستي ان بريفيوس 24 اور، يعني هو كده بيسال. دي بقى الاوت كمز اللي هو اسهل، او معايير التحسن او معايير الفعاليه، زي مثلا البين والديسابيليتي. فهو هنا شايف البين انتنستي في اخر 24 ساعه عن طريق النيوميريك بين سكيل، بمعنى ان هو راح يسال ايه العيانين اخبار البين ايه من 0 ل 10، من 0 ل 10 في اخر 24 ساعه، فقالوا مثلا 6 7 3 4 2. انما بين انتنستي ان ذا بريفيوس ويك، دي مثلا اخبار البين ايه في اخر اسبوع، الوجع كان عامل معاك ايه في اخر اسبوع من 0 ل 10، فقال له 7 8 6 وهكذا. ديسابيلتي دي هنتكلم عنها كمان شويه وايه علاقتها بالاي سي اف موديل. تمام. بس نبدا نقرا مع بعض كده الابستراكت. فانت بتقرا الابستراكت تعرف هي الدنيا بتتكلم عن ايه. طب عذرا بس يا شباب، ثواني. عذرا بس يا شباب، دقيقتين وراجع على طول.
رجعنا تاني لنظرة من الشباب. No added benefits of combining drawing the link with guideline based physical therapy in managing chronic neck pain and vice control trial. فاحنا بنقرا قلنا واحنا بنقرا اي بيبر لازم نحدد عناصر السؤال البحثي بتاعها. طبعا انا يعني هنقرا ونطلع ونتاكد ان هو ده سؤال البحث فعلا. ف اي ابستراكت بتتكون من ساعات بتتكون من يا اما اوبجكتيف وي ميثودز وي ريزلتس وي الكونكلوجن. فهي عناصر البيبر اصلا اي بيبر في الدنيا اي راندومايزد كنترول ترايل او اي سيستماتيك ريفيو في الدنيا بتتكون من اربع اركان اساسيه: introduction, methods, results, discussion. وكل جزء من الاجزاء دي بيبقى مكتوب فيه حاجات معينه. الابستراكت بتكون ملخص للاربع اركان بتوع البيبر دول. فالانترودكشن بتتلخص في الاوبجكت والميثودز بتتلخص في الميثودز هنا والريزلتس بتتلخص في الريزلتس هنا والديسكشن بتتلخص في الكونكلوجن. فالابستراكت بتكون ملخص كده للبيبر او ملخص لاركان البيبر كلها. الابستراكت قد تكون استراكشر يعني بالشكل دوت او قد تكون نون استراكشر. نون استراكشر زي سيستماتيك ريفيو يعني الكلام سايح في بعضه، يعني هنا الكلام متنظم، ادي اوبجكتيف وادي الميثود وادي الريزلتس وادي الكونكلوجن. انما في السيستماتيك ريفيو اللي احنا جايبينها فالكلام مش متنظم، هي ابستراكت كل الكلام ده في بعضه، مش هتفرق، هو بيبقى نفس الكونتنت فمش هتفرق، لكن برضه بيكون ملخص لاركان البيبر الاربعه. تمام، هنبدا نقرا في الابستراكت. اول حاجه ستادي ديزاين راندمايزد كنترول ترايل، الاوبجكتيف او هدف الدراسه ديت دو ديترماين ذا ادد بنفيتس. احنا عايزين نقرا يا شباب ونطلع البوبوليشن والانترفنشن والكومباريزون والاوت كوم. وانت بتقرا اي بيبر كده او اي راندمايز كنترول ترايل او سيستماتيك ريفيو تشوف قبل ما تبدا تكمل قرايه تعرف في البيبر دي بتتكلم على ايه. طلعت البايكو يبقى انت عرفت هدف الدراسه، تشوف هل فعلا هو ده اللي انت عايز تعرفه، هل هو ده هدفك ولا لا. ف الاوبجكتيف دو ديترماين ذا ادد بنفيتس of combining drawing the link with a guideline based physical therapy treatment program consisting of exercise and manual therapy. وهو هنا عايز يشوف drawing the link هيكومباين drawing the link مع guideline based physical therapy treatment، وعايز يشوف combining drawing the link مع guideline based physical therapy program هل بيضيف حاجه للعلاج. يعني ان انا اضيف drawing the link لل guideline based physical therapy هل ده هيضيف حاجه؟ وعلى ال outcomes بتاعته اللي هو البين و الديسابيلتي، البين والديسابيلتي. تمام، الميثود هو قال البارتيسيبنتس وير راندومايزد، زي ما قلنا يا شباب دي راندومايزد كنترول ترايل بتتعمل ازاي. دكتور فريد جاب العينين اللي عندهم ال 116 وقسمهم لمجموعتين، مجموعه هتاخد الدراي نيلنج ومجموعه مش هتاخد دراي نيلنج. هنا بيقول لك الميثودز اللي حصل في الميثودز ان البارتيسيبنتس وير راندومايزد تو ريسيف ايذر guideline based physical therapy يا اما guideline based physical therapy او guideline based physical therapy زائد dry needling. يبقى مجموعه هتاخد dry needling ومجموعه مش هتاخد dry needling. يبقى كده يا شباب. طيب ماشي، تكمل. The primary outcomes measured at one post randomization كان ال average pain scale. ال outcomes بقى اللي هو ال O كانت ال average pain intensity. ال average pain intensity اللي هو البين في previous 24 hour و previous week measured with a numeric rating scale. numeric rating scale و disability. تعالوا بقى نتاكد كده او ايه عناصر البايكو measured. طبعا في as بعض secondary outcomes. تمام، زي ال pain and disability measured عند 3 و6 شهور علشان نشوف ال intermediate effect و ال global perceived effect. دي بعض ال outcomes برضه اللي هنقول هي بتعبر عن ايه او ليه قاسها او ايه علاقتها بال ICF model كمان شويه. تمام يا شباب، فتعالوا برضو كده نتاكد ان نطلع بقى عناصر البايكو. نفترض ان احنا مش كاتبين الكلام دوت، ايه هو البوبوليشن، ايه هو البوبوليشن اللي الدراسه دي بتشتغل عليه. احنا قلنا ديترمايز البنفيت ويز ان بيبول ويز كرونيك نيك بين، فهم دول البوبوليشن اللي الدراسه بتشتغل عليهم. فاحنا كتبنا هنا اللي هم بيبول ويز كرونيك نيك بين. ايه هو الانترفنشن جروب هياخد ايه والكنترول جروب هياخد ايه.
فلما نيجي نبص هنلاقي ان البارتيسيبانتس وير راندومايزد تو ريسيف ايزر جايد لاين بيست فيزيكال ثيرابي او جايد لاين بيست فيزيكال ثيرابي بلس دراينجلينج. فالانترفنشن جروب هياخد جايد لاين زائد دراينجلينج، والكنترول جروب هياخد جايد لاين بيست فيزيكال ثيرابي، والاوت كوم زي ما قلنا البين والديسابيلتي. تمام يا شباب؟ يعني زي ما قلنا اون بين اند ديسابيلتي. او هو هنا قال لك ذا برايمري اوت كومز، البرايمري اوت كومز ميجر اد وان بوست رانديزيشن كان الافريج بين انتنستي وايه؟ والديسابيلتي. فهو هنا عايز يشوف هل اضافه الدراي نيدلينج تضيف شيء من التحسن من حيث البين والديسابيلتي في عيانين الكرونيك نيد بين مع الجايد لاين بيست فيزيكال ثيرابي ولا لا؟ فهو ده البايكو. انت عرفت هدف الدراسه ايه؟ فدي اول حاجه انت بتقرا الراندمايز كنترول ترايل بتعرف هي بتتكلم على ايه، اللي هو الاوبجيكتيف في الميثودز. تمام كده يا شباب؟ الناس تكونفيرم عليا لو حد عنده سؤال. معايا يا شباب؟ تمام. جميل جدا. بعد كده تمام جدا. تمام شوية تبقى حاضر هنحاول نعمل السوق. بعد كده results، بعد ما خلصنا البايكو هات معايير التحسن من الاوت كومز. طيب ايه بقى هي الاوت كومز دي؟ ايه هو البين والانتنستي؟ وايه موضوع الديسابيلتي؟ وايه الديسابيلتي اندكس ده؟ قلنا يا شباب ان الاوت كومز هي معايير التحسن، هي الحاجات اللي بتقول لي اذا كان العيانين اللي هم عندهم كرونيك بين اتحسنوا ولا لا. ف لو بصينا وعرفنا ايه هو النيكس اللي النيكس كتبنا هنا نيك يس فده كويستشنير او اوت كام ميجر علشان يشوف لي مدى التحسن في حالات الكرونيك نيك بين. فهو بس مش بيقيس، او لو جينا بصينا معلش دي حاجه مش بتقيس بس البين، انا مش بقيس هنا حاجه مش النيك ديسابيلتي اندكس، هو كويستشنير كده او سي بي ان او اوت كوم ميجر بيقيس البين انتنستي، بيشوف البين، بيشوف البيرسونال كير، بيشوف الليفتنج، القدره على ان هو الريدنج، ان هو يقرا الهيدك، الكونسنتريشن. وده بياخدنا لحاجه اسمها الاي سي اف ميجر، الانترناشونال كلاسيفيكيشن. او يعني ايه ار سي اف موديل؟ الاي سي اف موديل انترناشونال كلاسيفيكيشن اوف فانكشنال ستابيليتي اند هيلث، فدي حاجه اللي الابتا جايد لاينز ماشيه بيه. فهو هنا لما بيبص على الحاله هو بس مش بيبص على البادي ستراكشر اند فانكشن المتمثل في البين او رينج اوف موشن او البوستشر او الكلام ده كله، لكن بيبص على الاكتيفيتي ليميتيشن والبارتيسيبيشن ريستريكشن، لان هدف العلاج الطبيعي بس مش هو اني اقلل البين، لا اني ارجع العيان فانكشنال تاني، ارجع الفانكشن ابيلتي ان هو يقدر يعمل الاكتيفيتيز اللي كان بيعملها، اللي هو مثلا يعرف ينام كويس، يعرف يدرايف كويس، يعرف يريد كويس، يعرف يبارتيسيبيت كويس. فهو متقسم لثلاث حاجات، جزء بون ستراكشر اند فانكشن، اكتيفيتي ليميتيشن اند بارتيسيبيشن ريستريكشن. تمام؟ فهو بس مش بين. فعلشان كده في الابحاث العلميه بتلاقي ان هو قيس لك اوت كومز او كويستشنيرز زي النيك ديسابيلتي اندكس
موجود هنا، مش بيقيس البين بس لكن بيقيس البيرسونال كير، بيقيس الليفتنج، بيقيس البريدنج، بيقيس الهيدك، بيقيس الكونسنتريشن، بيقيس الدرايفنج، بيقيس الريكريشن، ان هو يقدر يعني يخرج مثلا يتفسح او كده. فالاي سي اف موديل، الاي سي اف موديل او الابحاث العلميه بقى لما تيجي تعمل اوت كام ميجر، ما هياش بس بتقيس البين ولا رينج اوف موشن، لكن بتقيس بقيه الحاجات ديت. فعلشان او الميجرز للحاجات ديت بتكون عباره عن كويستشنير زي النيك ديسابيلتي اندكس اللي موجود قدامنا ده. تمام يا شباب؟ واضحه الحته ديت؟ هندخل بقى على سيكشن ريزلتس في الناس كنترول تشارت. الناس معايا ولا حاسس ان هي نيجاتيف؟ معاك. طيب طيب جميل. احنا بعد ما خلصنا الاوبجيكتيف وادي الميثود هندخل بقى على سيكشن ريزلتس والكونكلوجن. فالريزلتس 116 بارتيسمنتس والجروب عد 1 مانث بوست رانديمايزيشن. يعني خلينا بلاش نقرا الكلام دوت، لكن خلينا ننتقل على طول لسيكشن ريزلتس في الـ في الاستادي. في السكشن ريزلت يا شباب، اي ريزلت سكشن بيكون في تو تيبلز، تو تيبلز. تيبل 1 بيكون غالبا عن البيز لاين كاركترستكس اوف ذا بارتيسيبنتس، وده اللي موجود هنا واللي احنا اتكلمنا فيه. زي ما قلنا الدكتور فريد عمل راندمايزيشن على التو جروبس، جروب اخذ دراي نيلينج وجروب ما اخذش دراي نيلينج. هنا بيقول لك خصائص العيانين عند البيز لاين قبل ما يبدا اي حاجه كانت عامله ازاي، كان كام ميل، كان كام فيميل، كان البادي ماس اندكس قد ايه، الدوريشن اوف نيك بين بقى لها قد ايه، النيك البين انتنستي كان قد ايه، الديسابيلتي، الكواليتي اوف سليب. فاحنا فهمنا يعني ايه ديسابيلتي، يعني ايه كواليتي اوف سليب، يعني ايه بين، يعني ايه الكلام ده، او ايه الاوتكمز ديت اللي هي العناصر او الدومينز الثانيه في الاي سي اف موديل اللي بتشمل اللي هي الاكتيفيتي والبارتيسيبيشن. تمام، لان الهدف ان احنا بس مش نقلل البين لكن نقلل البين ونزود الفانكشن. ده اول جدول موجود في الايه؟ الار سي بي ريزلت سيكشن. هتلاقي تيبل 1 بيز لاين كاركترستكس اوف ذا بارتيسيبنت، تيبل 2 بيكون في الاوت كومز. طيب ايه هي الاوت كومز زي ما قلنا؟ ده اللي هو primary and secondary outcomes عند 1 و2 و3 months after randomization. فهو هنا مقسم لك الاثنين، ده الجروب اللي اخذ، ده الجروب اللي اخذ دراي نيدلينج اللي هو جايد لاين بيست فيزيكال ثيرابي، وده الجروب اللي ما اخذش دراي نيدلينج. وبيشوف هنا الاوتكمز، لان احنا قلنا ان الهدف ان دكتور فريد يوزع البارتيسمنت بمجموعتين، مجموعه تاخد دراي نيدلينج، مجموعه مش تاخد دراي نيدلينج، ويبدا يراقبهم مثلا بعد شهر، بعد شهرين، بعد 3 شهور، التحسن كان عامل ازاي من حيث البين، من حيث الديسابيلتي، من حيث بقيه الاوتكمز ديت. ولما تبص على الريزلت سيكشن ده التريتمنت جروب، ده قلنا جروب الدراي نيدلينج، وده جروب الجايد لاين بيز فيزيكال ثيرابي او اللي ما خدش دراي نيدلينج، وده النمبر 58 وهنا النمبر 58. فهو هنا بيقول لك عند البيز لاين ال 24 24 ميك، يعني البين انتنستي في اخر 24 ساعه كان عامل ازاي على النيوميريك النيوميريكال ريتنج سكيل اللي هو من 0 ل 10، اللي هو العيان اللي وجع في اخر 24 ساعه كان قيمه من 0 ل 10. فده عند البيز لاين، عند البيز لاين ده كان متوسط الوجع عند كل العيانين اللي هو 6 و71، وعند ده بالنسبه للجروب اللي ما خدش دراي نيدلينج، انما بالنسبه للجروب اللي خد دراي نيدلينج كان 6 و64. لو بنبص كده مفيش فرق كبير، يعني مفيش فرق كبير بينهم، لان دكتور فريد عمل راندمايزيشن في الاول، فالراندمايزيشن ادى الى مجموعتين متماثلتين في البين مثلا او بقيه الاوت كومز. انما بعد 1 مانث، بعد 1 مانث بنبص لقينا ان في 3 و72% و2 و16.
فلو جينا كده قارنا بين الاثنين، يعني هنا كان في فرق حوالي 7 من 10، يعني كان الفرق ما بين المجموعتين دول 7 من 10، فده فرق قد يكون ناتج نتيجة الصدفة، يعني فرق ده فرق ناتج نتيجة الصدفة. انما لما نيجي نبص على المجموعتين دول بعد 1 مانث هنلاقي ان 2 و1 من 10 في المجموعة اللي خدت دراي نيدلينج و3.7 من 10، فتقريبا في فرق 1.5، في فرق 1.5، 1.5. هنا هنبص كده 2 و3، 3 و21، 2 و89، فهنلاقي في فرق حوالي 3 من 10، هنا في فرق حوالي 4 من 10 او 5 من 10. فاحنا بقى وظيفة او الاحصائيات عشان دكتور فريد يطلع للمجتمع العلمي ويقول ان الدراج اللي فعاله في حالات الكرونيك نيك بين، فلازم أن يعرف ان الاحصائيات، يطلع بالاحصائيات ويقول ان الاحصائيات الناس اللي اخذت دراي نيدلينج كان البين قل عندها اكتر من الناس اللي ما اخذتش دراي نيدلينج. فهو هنا الفرق ما بين المجموعتين 2 و1 2 و16 و3 و72 كان الفرق 1.5، يعني البين قل في المجموعه اللي خدت دراي نيدلينج 1.5 اكتر من اللي ما خدتش دراي نيدلينج. تمام، جميل جدا. علشان نقول ان الفرق ده، ان الفرق اللي هو 1.5 دوت هو فرق احصائي او statistically significant difference، لازم تكون حاجه اسمها البي فاليو ديت اقل من 5، اقل من 5 من مين. يعني ايه بي فاليو؟ بي فاليو معناها احتماليه الصدفه، احتماليه الصدفه. يعني ايه احتماليه الصدفه؟ يعني احتماليه ان الاختلاف ما بين المجموعتين دول هو اختلاف نتيجه الصدفه. فلو كانت الصدفه عاليه، لو كانت البي فاليو لو كانت البي فاليو اقل من ليس ذان 0.5، يبقى كده في معلش على اي اخطاء. لو كانت البي، لو كانت البي فاليو مور ذان 0.5، 0.5 كده الصوت مش ظاهر. طيب الصوت كده تمام، الصوت تمام كده، واحنا بس بنكتب حاجة. في حاجة اسمها البي فاليو يا شباب، في حاجة اسمها تمام. في حد شباب، في حد فتح المايك، ان في حاجة يا شباب اسمها البي فاليو. البي فاليو دي يا شباب هي احتمالية الصدفة. ساعات كده تلاقي في سيكشن في الابستراكت يقول لك ان there was a statistically significant difference in terms of pain with b value اقل من 5%. فمعناها ايه البي فاليو؟ دي احتماليه الصدفه. يعني انا عايز اعرف هل الفرق ما بين المجموعتين دول من حيث البين هو فرق ناتج عن الصدفه، ولا فرق نتيجه ان فعلا الدراينجلينج بتحسن او بتقلل البين اكتر من اللي ما اخدوش دراي نيدلينج. وفي الحاله دي احنا بنعمل حاجه اسمها انفرنشال ستاتستكس، وتطلع البي فاليو، بتقارن ما بين المجموعتين دول، بتقارن ما بين القيم دول وتطلع البي فاليو. لو كانت البي فاليو اقل من 5 فدي معناها ان في ستاتستيكال سيجنفكت ديفرنس. هنا لما هنبص هنا هنلاقي ان البي فاليو اقل من 0.01، فمعنى كده ان هي اقل من 5، معنى كده ان كان في فرق احصائي، كان في فرق احصائي من حيث البين بعد 1 مانث، بعد اسبوع، بعد شهر كان في فرق احصائي.
نختار هذا الفرق 1.5 لما البي فاليو طلعت كام؟ اقل من 5%. انما لو البي فاليو اكتر من 5%، فده معناه ان مفيش اي فرق احصائي، يعني مثلا هنا اكتر من 5%، مفيش اي فرق احصائي ما بين الجروبين، يعني تقريبا المجموعتين كانهم زي بعض. هو ده يمكن حاجه ستاتستكس، فممكن الناس تتوه مني شويه، بس انا عايزك بس تاخد المعلومه ديت. الموضوع له تعمقات اكتر من كده، بس انا عايز حضرتك بس تاخد الحاجه ديت. لو كان البي فاليو، لو انت بتبص على اي جدول هنا ولقيت ان البي فاليو اقل من 5%، ده معناه ان في فرق ما بين المجموعتين، فمعنى وجود فرق ما بين المجموعتين ده بيقول لك ان المجموعه ديت اتحسنت اكتر، او ان في مجموعه منهم اتحسنت اكتر. فانت لما تبص هتلاقي ان البين بعد شهر كان في المجموعه اللي خدت دراج نيلينج 2.16، يعني 2.16%، وهنا كان 3.72%. فانت باي اوبزرفيشن كده انت شايف ان في فرق، بس مش عارف هو الفرق ده نتيجه الصدفه ولا من غير الصدفه. فبتضطر انك تعمل ستاتستيكال تيست، اندبندنت تي تيست، او حاجه اسمها مان ويتني تيست، وبتطلع منه حاجه اسمها اللي هي البي فاليو. لو كانت البي فاليو اللي طلعها لك اقل من 5% زي ما هي موجوده هنا، فده معناه ان في ستاتستيكال سيجنيفيكانت ديفرنس. لو كانت البي فاليو اكتر من 5%، معناها ان مفيش ستاتستيكال سيجنيفيكانت ديفرنس، او مفيش اي فرق احصائي. لو بصينا هنا هنلاقي ان في في فرق، يعني هنا في فرق مقداره 3 من 10. هذا الفرق هو فرق ناتج نتيجه الصدفه، مش فرق احصائي. انما لو هنا بصينا كده هنلاقي في ستاتستيكال سيجنيفيكانت، او فرق احصائي كبير ما بين الاثنين، يقدر يقول ان فعلا المجموعتين كانوا مختلفتين عن بعض، يعني وان كانت المجموعه دي البين قلت المجموعه بتاعت دراينجلينج اكتر بعد مانس، بعد شهر واحد بس. تمام يا شباب. طب ناخد مثال تاني على هنا. ده البين انتنستي، بعد في اخر اسبوع، بين انتنستي في اخر اسبوع كان عند بعد اسبوع. فلما هنيجي نبص على قيمه البي فاليو هنا، هنلاقي ان البي فاليو بس كانت هنا الوحيده اللي كان ظهر فيها ستاتستيكال سيجنيفيكانت ديفرنس، كان الفرق الاحصائي هنا اقل من 5. فهنا معنى كده ان المجموعتين كانوا مختلفتين عن بعض بعد اسبوع بس، لكن بعد 3 مانثس بتبص على البي فاليو لقيت ان البي فاليو اقل من 5 زي هنا، يبقى كده في فرق ما بين المجموعتين دول، يعني معنى كده ان البين اتحسن بعد شهر في المجموعه ديت عن المجموعه دي. انما لو بصيت هنا، لو لقيت ان البي فاليو اقل من اكتر من 5 زي ما موجود هنا وزي ما موجود هنا، فمعنى كده ان ما كانش في فرق بين المجموعتين، معنى كده ان البين ما اتغيرش في المجموعتين بعد 3 شهور، بعد 6 شهور. ده معناه ان ما كانش في فرق ما بين الدراي هيلينج والناس اللي ما خدتش دراي هيلينج بعد 3 شهور 6 شهور، لكن الفرق ظهر بس بعد شهر واحد بس. ففي الحاله دي نقدر نقول ان الدراي هيلينج احدثت تغيرا احصائيا بعد شهر واحد، لكن بعد 3 شهور وبعد 6 شهور ما كانش ليها فرق، زي ما كانش في فرق بينها وبين الناس اللي ما خدتش دراي هيلينج. فهل الدنيا دي يعني الدنيا مظبوطه كده يا شباب، ولا عايز الناس تتفاعل معايا؟ لان الحته دي هي احصائيه بحته، وبتحتاج يعني ممكن الاستاذ ده نشرحه في محاضره كامله لوحدها. ف ايه الدنيا يا شباب في الموضوع ده؟ الناس يعني كده حوالي ساعه ونص، ف يعني الناس شايفه ايه ولا تتفاعل معايا كده؟ كمل ولا؟ ممتاز جدا. طيب طيب يا شباب، مش هناخد موضوع بي فاليو، نرجع طيب لسيكشن ريزلتس. في ريزلتس هنا في سيكشن ريزلتس قال لك ان 116 بارتيسنس وي ريكروت ات 1 مانث، ات 1 مانث بوست رانديزيشن. احنا بس انا شرحت الكلام اللي تحت دوت بس عشان نفهم الدنيا اللي موجوده في الريزلتس ديت ايه. 116 بارتيسمنت وي ريكروتمنت بعد 1 مانث بوست رانديزيشن، بعد 1 مانث، بعد ما الدكتور كليب قاس بعد شهر. فكان الناس اللي هم خدوا دراي نيدلينج مع الجايد لاين، يعني الناس اللي خدوا دراي نيدلينج هاد ا سمول ريدكشن ان افريج بين انتنستي ان ذا بريفيوس 24 ساعه، بكان البين ديفرنس 1.5.
يعني الناس اللي خدوا دراي نيدلينج يتحسنوا عن الناس اللي ما خدوش دراي نيدلينج بمقدار واحد واحد ونص، تمام؟ من حيث الافرج بين في اخر 24 اور، ده امتى؟ بعد شهر واحد بس. انما الافرج بين انتنستي ان ذا بريفيوس ويك في اخر اسبوع برضه كان في مين ديفرنس واحد ونص. انما ما كانش في فرق احصائي من حيث ال there was no effect on adding dry needling to guide based physical therapy on disability على disability بعد واحد ونص بعد واحد ونص بعد شهر من randomization. وكان المين ديفرنس الكوز يعني بتقع حته في السالب وحته في الموجب، فما كانش في اي سيستم في الاوت كومز. لما نرجع للجدول ده تاني هنلاقي ان البي فاليو كانت اقل من 5%، بس كانت اقل من 5% بعد 1 مانث هنا، بس دي هنا اقل من 5%، هنا اقل من 5%، انما باقي الحاجات دي كلها ما فيش حاجه تانية اقل من 5%، فهي بس كان تاثيرها بعد شهر واحد، كان تاثيرها بعد شهر واحد من حيث البين قللته، من حيث برضو البين في اخر اسبوع قللته، لكن من حيث الديسابيلتي بعد شهر ما كانش فيه ايه اي فرق هنا اكتر من 5%، دي فاليو اكتر من 5%، وهنا برضو مفيش اي حاجه. فهو من الريزلتس ديت انا عارف ان ممكن بس الناس تكون يعني كونفيوز شويه، لان الستاتستكس محتاجه وقت كتير او محتاجه وقت ان احنا نتكلم من بعض الاسس من البدايه، بس فكره بس ان انت اللي عايزين نطلع منه ان لو كانت البي فاليو اقل من 5% زي ما موجوده هنا، ده معناه ان في فرق ما بين المجموعتين دول، معناه ان في مجموعه احسن من مجموعه، معناها ان الدراي نيدلينج فعلا حسنت البين في مجموعه من المجموعتين، يعني الدراي نيدلينج حسنت البين في المجموعه اللي اخذتها يعني. انما لو كانت البي فاليو اكتر من احتمالات صدفه كبيره، يعني اكتر من 5%، ده معناه ان ما كانش فيه فرق، معنى كده ان الدراي نيدلينج ما كانش ليها تاثير احصائي او ما كانش ليها تاثير يعني. تمام يا شباب، ده جزء الستاتستكس. بعدين بقى الكونكلوجن، وين كومبايند ويز جايد لاين بيست فيزيكال ثيرابي فور نيك بين، لما بقى بناء على هذه الاحصائيات وبناء على فبتلاقي الكونكلوجن ان هو طلع في الاخر المايك بناء بقى في الاخر الكونكلوجن هتلاقيه كاتب لك في الكونكلوجن ان هو when combined with guideline based physical therapy for neck pain dry needling resulted in small improvement in pain بس، يعني حسنت البين بس بعد 1 month post randomization. يعني الخلاصه ان هو كان هدف الدراسه ديت ان هو كان عايز يشوف تاثير الدراي نيدلينج او اضافه الدراي نيدلينج في حالات الكرونيك نيك بين مع الجايد لاين بيز فيزيكال ثيرابي، هل هي بتضيف ولا لا من حيث البين انتنستي والديسابيلتي. فنتائج هذه الدراسه بتقول ان هي فعلا قللت البين بمقدار واحد ونص على النيوميريك الانيميد سكيل او النيوميريك ريتنج سكيل، وما كانش لها اي تاثير على الديسابيلتي. وقلنا موضوع الاوت كمز دوت زي البين والديسابيلتي ان هو طبقا للاي سي اف موديل، ان احنا بس مش بنبص على البادي ستراكشر اند فانكشن، لكن بنبص برضو على الاكتيفيتي ليميتيشن والبارتيسيبيشن ريستريكشن. تمام، فنتائج الار سي دي ديت، نتائج الرندمايزد كنترول ترايل ديت بتقول ان هي فعلا الدراي نيدلينج لها تاثير على مستوى الشورت تيرم افكت اللي هو بعد شهر تقريبا، بعد شهر سمول ريدكشن. تمام، بس هي ما قاستش هنا immediate after session، ما قاستش بعد الجلسه على طول. ماشي يا شباب، احنا ممكن ندخل على سيستماتيك ريفيو دلوقتي، حاسس ان احنا طولنا شويه. حته مهمه جدا يا شباب، حته مهمه جدا 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 جدا، ودي اللي انا عايزك تطلع منها. يعني لو طلعت منها خلاص كده كفايه. وانت بتقيم اي وسيله فيزيائيه، لازم تاخد في اعتبارك بعض الحاجات، لازم تاخد في اعتبارك
الميجر ذا اوت كومز، هو الباحث اللي عمل الدراسه دي كان بيقيس اني اوت كومز، يعني هل كان بيقيس البين بس ولا رينج اوف موشن ولا المسل سترينث ولا بيقيس الديسابيلتي، وهل هناك كان في فرق احصائي او كانت الموديلات دي فعاله في حالات البين والرينج اوف موشن والديسابيلتي، ولا كانت فعاله في حالات البين بس او الرينج اوف موشن بس لكن الديسابيلتي ما كانش لها تاثير. فدي من الحاجات المهمه جدا، لان يعني في بعض الاوت كومز المهمه وبعض الاوت كومز اللي ما يكونش لها اهميه قصوى. احنا طبعا يهمنا ان السيفيريتي تتحسن. على فكره في بعض الباحثين بيخفوا الاوت كومز، يعني بيبقى دي حاجه من الريسك اوف بايس اللي انت بتحكم بيها على الدراسه، بلايندنج اوف اوت كوم، او ان هو مثلا ايه يكون كاتب في البروتوكول ان هو هيقيس كذا وكذا وكذا، فلما الاوت كوم يطلع يعني مثلا حاجه زي الديسابيلتي تطلع نون ستاتستيكال سيجنفيكانت، يقول لك لا انا مش هنشوفها، انا هنشوف بس البين علشان ايه اقول ان الدرس دي فعاله. فلازم أن تبقى انت عارف وانت بتقيم اي بيبر سواء كان سيستماتيك ريفيو او راندمايز كنترول ترايل ايه الميجرد اوت كومز اللي الدراسه دي مبيناها، يعني البين ولا الديسابيلتي ولا الريند فيوشن ولا الماسل ستريس. تاني حاجه التايم فولو اب، التايم فولو اب ده مهم جدا. حد يقول لك اصل الميجر دي شورت تيرم افكت، اصل الميجر دي لونج تيرم افكت، واصلا يعني ايه شورت تيرم افكت يعني ايه لونج تيرم افكت؟ دي متاخده من سكرين من الابتا جايد لاينز بتاع الكورنيك بين، فهو بيقول لك الفولو اب بيريود الايميديت افكت بيكون بعد الجلسه مباشره، تمام؟ ففي بعض الدراسات تقيس ان هو بعد الجلسه مباشره، بيقول لك ان هي فعاله بعد الجلسه مباشره. انما على الشورت تيرم افكت زي الدراسه اللي احنا واخدينها من شويه، فهي قاست بعد شهر، فده يعتبر شورت تيرم افكت، ان هي لو طلعت فعاله بعد شهر. في ناس تعتقد ان الشورت تيرم افكت دوت مقصود بيه بعد الجلسه، لا، الشورت تيرم افكت دوت مقارب لشهر، يعني لحد تقريبا شهر كده، فده يعتبر شورت تيرم افكت. انما الانترميديت افكت هو مقارب لست شهور، انما اللونج تيرم افكت مقارب لسنه، لان انت الهدف ان انت تعالج العيان بحيث ان هو ما يحصلوش ريكرنس بعد كده، يعني مش ان انت تدي العيان حاجه هو يرتاح عليها الاسبوع ده لكن يجي الاسبوع الجاي تعبان، او يرتاح عليها مثلا شهر ويجي بعد 6 شهور بنفس المشكله. فالفكره انت تعرف ايه الانترفينشنز اللي هي بتكون لونج تيرم او هي بتكون يعني لها تاثير طويل المدى علشان تقدر تركز فيها مع العيان، وتكون ده اساس علاجك. لا مانع ان انت تدي حاجه شورت تيرم افكت يعني، بس تبقى عارف ابعاد وحدود كل موداليتي. مهم جدا تشوف موضوع statistical significant versus clinical significant. يعني ايه statistical significant ويعني ايه clinical significant، وايه اللي خلى الدراسه ديت تقول ان الدرايندلينج لا تضيف اي شيء، يعني الدراسه دي بتقول ما تستخدموش درايندلينج او اضافه الدرايندلينج ليس له اي تاثير من حيث البين، من حيث اقصد يعني ما لوش اي تاثير في الكلينيكال براكتس لما تضاف للجايد لاين بيزد فيزيكال ثيرابي، على الرغم ان اصلا في الاحصاء او في الاستاتستكس الموجوده هنا قايل ان الدرايندلينج بتقلل البين بنسبه 1.5 بوينت. ما هي بتقلل البين اهي، طيب انت ليه بتقول لي ان هي ما بتضيفش اي تاثير؟ تمام، فهو ده السؤال يعني. فالفكره بقى ان دراي نيدلنج هنا، الدراسه دي بتقول ان دراي نيدلنج هنا استاتستيكال سيجنفيكت، احدثت فرق احصائي، احدثت فرق احصائي، لكن هذا الواحد ونص ده، هذا الواحد ونص ده ليس له اي تاثير اكلينيكي. بمعنى علشان نفهم السؤال، عشان نفهم الموضوع دوت اكتر، لو مثلا في دواء معين لقياس ضغط الدم، سيستوليك بلاد بريشر، سيستوليك بلاد بريشر مثلا من كام؟ ضغط، نفترض مثلا ان هم عيانين عندهم متوسط الضغط الدم، يعني المرتفع عندهم 160 والطبيعي ان هو يكون 120. فلو حد مثلا جاب دواء والدواء ده فعلا ادى للعيانين ولقى ان هو بيحدث تغير تقريبا حوالي خمس درجات، بيقلل مثلا من 160 يخليها 155 او 150، فده هو احدث فرق احصائي، احدث فرق احصائي، احدث statistical significance. لكن انت ينفع تضيف الكلينيكال باكس بتاعك لعيان عنده ضغط دم علشان بس اللي هو 10، ما هو مازال برضه في الرينج العالي، تمام؟ فهو هنا احدث فرق احصائي 10 درجات على البلد بريشر، لكن ما احدثش فرق كلينيكي، ما ينفعش تستخدمه. انما انت عشان تستخدمه لازم ينزل لك البلد بريشر من 160 ل 140، يعني 160 ل 120 اللي هو الطبيعي. فاهمني ولا؟ يعني انا هوضح الكلام ده كله. هنا في الدراسه يقول لك فور بين
we considered a difference between a group at least 2 points on the numeric analytic scale be clinically important. يعني تمام؟ والديسابيلتي considered between group difference 7.5 point. فعلشان هم يقولوا يعني ان هي clinically important هم مفترضين كده ان هي لابد ان الدراي نيدلينج يكون الفرق ما بين الجروب اللي اخذ دراي نيدلينج والجروب اللي ما اخذش دراي نيدلينج 2 بوينتس على النيوميريك ريتنج سكيل، لكن الفرق اللي طلع 1.5. هو في فرق 1.5 والفرق ده ستاتستيكالي احصائيا موجود، لكن ككلينيكالي هو علشان قدرت تحسن فبيقول لك احنا عايزين 2 بوينتس ما وصلش لل 2 بوينتس. بالظبط كانك عملت دواء ان هو يعالج ضغط الدم المدافع او سيستوليك بلاد بريشر، ولكن ضغط الدم ده هو قلل ضغط الدم من 160 مثلا ل 140 بس ما زال عالي. تمام؟ فهي ده الفكره. فهو ده الفكره ما بين كلينيكال سيجنيفيكانت و ستاتستيكال سيجنيفيكانت. انت لازم برضو تبص كده على الكونفدنس انترفال او تبص على الفرق ده قد ايه او مقدار التحسن ده قد ايه. هل هي مثلا بتقل عن نيوميريك ريتنج سكيل، النيوميريك ريتنج نيوميريك بين ريتنج سكيل، هل هي بتقلله له مثلا 1.5 ولا 2 ولا 3؟ وهل الفرق دوت هو كلينيكال سيجنيفيكانت اقدر استخدمه في الكلينيكال براكتس بتاعي ولا لا؟ فدي فكره الفرق ما بين ستاتستيكال سيجنيفيكانت وما بين كلينيكال سيجنيفيكانت. ومن الحاجات برضو لازم تبص عليها السامبل سايز اوف ذا ستادي، يعني مثلا دراسه اتعملت على 20 واحد غير دراسه اتعملت على 100 واحد غير دراسه اتعملت على على 200 واحد. فكل ما السامبل سايز تكون زياده كل ما دوت بيدي ستاتستيكال باور او قوه احصائيه اقوى ان احنا نطلع بنتائج اكثر دقه تمام واكثر مصداقيه. فمش اي حد يقول لك دراسه مثلا اتعملت على 20 واحد ولا على 15 واحد يقول لك هو ده الايفيدنس موجود ودي راندومايز كنترول ترايل. يعني فانت لازم أن يكون عندك لازم أن يكون عندك كده تعرف تقيم الحاجه اللي قدامك وتعرف تقيم الابحاث اللي قدامك. فزي ما قلنا من ايوه حد عايز يقول حاجه؟ فزي ما قلنا يا شباب زي ما قلنا يا شباب ان انت علشان تيفاليويت اي موداليتي لازم تشوف الابحاث قايله ايه بخصوص الاوت كامز ديت. هو ممكن تكون بحث كده في الكونكلوجن مش مجرد بس تقرا الكونكلوجن يقول لك ان مثلا الموداليتي ديت افكتيف فور كذا. ده موجود في الكونكلوجن هي في الكلام ده كله. لا انت لازم يكون عندك نظره اعمق من كده. لازم تعرف الاوت كامز اللي اتقاست كانت ايه وهل الاوت كامز ديت كلها كانت ستاتستيكال سيجنفكت ولا لا. والتايم اوف فولو اب وعمل فولو اب يعني هي كانت افكتيف بعد الجلسه على طول ولا كانت على شورت تيرم افكت ولا كانت على الانترميديت افكت. في الدراسه بتاع بتاعتنا احنا قرأناها من شويه قايلين ان هي كان في فرق احصائي على شورت تيرم افكت بعد 1 مانث، لكن على الانترميديت افكت بعد 6 شهور ما كانش في اي فرق احصائي. تمام؟ نبص على statistical significance و clinical significance و sample size of the study. كده احنا خلصنا يعني الرمز الكمبيوتر اللي هي رمز بسيطه. هو صعب ان احنا ندي كل حاجه لان الموضوع يعني بس انا بحاول اوصل بعض الكونسبتس الاساسيه اللي انت تقدر تبني عليها فيما بعد. تمام يا شباب؟ يعني دلوقتي احنا عرفنا ازاي ندور ازاي نقرا الدنيا الدنيا بتكون ماشيه ازاي المنهجيه بتكون عامله ايه في كل يعني في رانماز كنترول ترايل. لكن انت طبعا محتاج ان انت تبراكتس مع نفسك وتقرا كذا رانماز كنترول ترايل تجيب كذا ابستراكت كده تحدد عناصر السؤال البحثي الابستراكت وتتناوله سواء دراي نيدلينج او غير دراي نيدلينج يعني وتجرب وتدور مع نفسك. بعد كده يا شباب بقى هناخد كده كلام بسيط كده عن السيستماتيك ريفيو والميتا اناليسيس بس كده وهنخلص يعني. فالسيستماتيك ريفيو والميتا اناليسيس زي ما قلنا ان الراندمايزد كنترول ترايل هي دراسه وحيده اتعملت في ايه؟ في بلد ما زي الدراسه اللي دكتور فريد عملها في مصر مثلا او الدراسه اللي الدكتور عبد السلام عملها في السعوديه او